24 ديسمبر 2022 معنا الأخ شكون؟ عماد مرحبا بك على صفحة قسنطينة مدينتي، صفحة الفيسبوك هذه. عماد عندك واحد شي حاب تقولوا للناس باش يسمعوك، تفضل. أنا أقول لخاوتي عندي كلب وكل بارح معليش يا عماد، هيا بلا عنده ان كوبل برجي المون، خرجوا له البارح من الدار، داوهم له الناس على حساب يعني داوهم يعني، وهادو مربيهم يعني من صغرهم كلاب باش برجي في بلدي. عماد اشرح اخويا، قول للناس كيفاه لي برجي هادو باش بلاك يلقاو منك. اخويا اللي قال الكلاب هادو يجيبهم لي دوك، نعطيكم التليفون وخلاص. يا ولادي والله ولادي والله والله اقدرش انا نرد لا ما اقدرش. هاك نعطيك التليفون تاعي. عطيني التليفون تاعو هاكم تشوفوا. السلام عليكم. السلام التليفون تاعو 07 77 27 79 57 57 عماد نعاودو 07 77 27 79 57. هذا اللي عنده معلومة ولا كاش يقدر يعاونو، عنده ان كوبل برجي المون خرج له البارح في الليل من الدار من بلفو. سي عماد عماد زيد قول للناس، قول لهم برك يعني يا قول لي غلب كل نموت. شو مع الكاميرا عماد؟ بابا متوفي، امو متوفيه، او حطهم هما اللي مالين له الفارق تاع حياته، مربيهم من صغرهم قلت زادوا عنده والله. راه اللي قادر يعاون ما يبخلش على خونا عماد. عماد كلمة أخيرة أخويا قبل ما نطفي. أخوتي اللي قادر يعاوني برك يعاوني، ربي يسترك. هذا ما كان اللي قادر يلقى الكلب تاعي والكلبة يعاوني وخلاص. هذا ما كان من يقدر نهضر. اللون تاعهم عماد كيفاه؟ هما برجان مو فونسي ولا كلار ولا كحل وحمر وما يا خالتي. قد في عمرهم هادو؟ كلب في عمره 9 سنين، كلب في عمره 6 سنين. يا خالتي عاونوني برك والله، الله عاونوني لوجه رب العالمين برك، ولي عنده يردهم لي برك. هذا ما كان يردهم لي وخويا ونعطيه الصور. فوالا ما نقدروش نعبروا فوق هكا. المهم كونستانتين مافيل باج سور فيسبوك، كونستانتين مافيل شان سور يوتيوب.